الله الرحمن الرحيم. نحن سكان أو نيابة عن سكان الأحياء واقع شمال مستشفى السعود العلمان، نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان حفظه الله والمسؤولين وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، حيث أن مالك المستشفى السعود الألماني صبحي بترجي أخذ شارع 30 وضمه إلى أملاكه، ونحن الآن أمام الموقع ولكن الشارع لا يوجد، حيث ضمه إلى أملاكه ونحن نعاني من مدخل الحي. ولدينا ما يثبت، لدينا كروكي يثبت بأن الشارع مأخوذ من قبل صاحب المستشفى، كذلك الدليمون، منتزه الدليمون غربا، وهونداي شركة هونداي صاحب الأرض برضه داخل في شارع 30 ولا يوجد إلا 6 أمتار. ونفيدكم أن صاحب المستشفى أقام برج على الشارع 6 أمتار، فهل هذا يعقل أن يقام برج كم يعني متعدد الأدوار على شارع 6 متر، حيث نعاني معاناة لا تدخل عندنا الوايتات الماء ولا الدفاع المدني لا قدر الله وصل حادث أو حريق. فنحن نناشد الملك والمسؤولين بأن ينظروا في موضوعنا هذا بعين الاعتبار، ولدينا هذا القروض ومحاسبة كل ومحاسبة كل مخطي وإعطانا حقوقنا وجزاكم الله خيرا. واضح الكروك يا ابو سعيد، هذا هو الشارع اللي غير موجود الان، هذا الشارع الذي يضم الى املاك المستشفى السعودي الالماني، هذا هو شارع 30 متر. ها 30 متر، ونحن الان هنا على طريق ابها الخميس تحديدا، هنا تحديدا عند الشارع الان هذا اللي لا يوجد لا على الطبيعه ولا والشارع هذا 30 كذلك منتزه الدليمون و محطة البنزين سابقا حل محلها هونداي الان برضه داخل بالشارع ماخذ منها عدة امتار ولا يوجد الان الا 19 متر فقط من البداية، لكن كل ما دخل داخل تقل الى يصير 6 امتار. كما تلاحظون انه مغلق، شيخ خذينك صورته هنا يا